لتجديد المهم بالمجهودات الجباره التي يقوم بها مختلف الفاعلين والمتدخلين والمشاركين الماليين ومؤسساتهم الموقعين في هذا البرنامج الملكي المهيكل. كما اشجع بكل فخر واعتزاز التقدم الكبير الذي يشهده اطلاق تنفيذ الاوراش هذا البرنامج بحضره جهه سوف مسا في احترام تام للجدول الزمني المسطرة وطبقا للمواصفات المحدده بكل دقه ووصولا الى بلوغها في بلوغها مراحل التسليم. حضرات السيدات والساده، اننا نؤكد بمناسبه هذا اللقاء سعينا التامين في المجلس الجماعي لاكاديم لاتخاذ كل الخطوات اللازمه من اجل استكمال تنفيذ مختلف مكونات البرنامج في احسن الظروف، مهما تطلب ذلك منا من إعادة لتوزيع المساهمات أو الرفع منها أو تحيين مختلف الالتزامات لضمان مطابقة مشاريعها للمواصفات المسطرة وإنجازها في وقت محدد طبقا لرؤية المولوية السامية. هذا ومنذ تولينا مسؤولية التدبير للجماعة الطلابية الأكاديمية، جعلنا الوفاء بالتزاماتنا المالية في برنامج التنمية الحضارية 2020-2024 الذي تساهم فيه الجماعة بنسبة 31% في أولى أو أولوياتنا، وهو ما حثنا على اعتماد حلول تمويل مبتكرة، حيث كانت جماعة الأكاديمية السابقة على الصعيد القطني إلى ولوج سوق الرسامين من خلال إصداق سندات لمؤسسات وطنية ودولية، وقد تم الانتهاء بنجاح من كافة الإجراءات اللازمة للحصول على قاضي السندات الذي أصبح ساري مفعول منذ الربع الثالث من سنة 2022، مما مكننا من سداد جميع التزامات جماعة الأكاديمية تجاه كافة أصحاب الأشغال المتدربين في البرنامج خلال فترة ممتدة بين 2020 و2022. وفيما يخص الالتزامات المالية للجماعة للفترة 23-24 والتي تقدر بأكثر من مليار ديال الدرهم، فإنها تستدعي المزيد من المجهودات للحفاظ على هذا الوفاء. إن لقاءنا اليوم لا يشكل فرصة لدعوة كافة الشركاء الماليين والمؤسساتيين الموقعين في هذا الدور الملكي على تجديد العزم والانخراط الجدي وتحديدا من خلال توفير الاعتمادات اللازمه في الوقت المطلوب لضمان اخراج مشاريعه الى عين الوجود. حضرات السيدات والساده، ان مجلسنا يولي كذلك اهميه بالغه لتهيئه الاحياء الناقصه التجهيز بالمدينه، بحيث قدرنا الى رصد ميزانيه 130 مليون درهم اضافيه من اجل تنميه احياء صفوح الجبال وانزا العليا كمرحله اوليه. وفي هذا الاطار كان مجد جميع الشركاء الماليين والمؤسساتيين بالخراطة في هذه الدينامية والمساهمة ماليا من أجل تغطية الخصائص التي تعاني منه بعض الأحياء من حيث البنية التحتية والطرقية والمرافق الأساسية للقوم، وكذلك في أفق تحقيق عدالة مجالية وتوفير شروط جودة الحياة في كافة الطراب ديال الجماعة. وننوه بالمجهودات المبذولة من طرف الشركاء المنتدبين، فإننا نؤكد على أهمية إتمام أشغال تهيئة مداخل المدينة سواء الشمالية أو الجنوبية، وذلك على كل من الدراجة تيكيوي أنصا ومزرقة. ومن جهة أخرى نود أن نحث كذلك على ضرورة التأجيل لإخراج مشروع تهيئة السوق التيكيوي ومحيطه. كما نناشد أصحاب الأشغال المتدربين من أجل إنهاء جميع الأوراش المفتوحة على مستوى المنطقة السياحية في أقرب الآجال، وذلك لما تكتسيه من أهمية بالغة من حيث جاذبية المدينة. فهذا السياق لابد من أخذ بعين الاعتبار أننا مقبلون على موسم الصيف الذي يعرف تدفقا هاما من المصطفين على وجهة أكادير، مما يعودنا على تدبير مختلف اوراش التهيئه الحضاريه بشكل يضمن انسيابيه السير والجولان في جميع شوارع المدينه. وان رفع
إن رفع منا وتيرة أشغال مختلفة أو أشغال مدينة لا ينبغي أن يكون على حساب جودتها، فلا بد أن نضمن تناسبا معقولا بين تكلفة الأشغال وجودتها باحترام تام المقتضيات لفاتير التحملات التي تقطعها. ختام الكلمة، أجدد الشكر والامتنان لجميع الشركاء المتدخلين في هذا البرنامج الملكي المهيكل الذي إن شاء الله قد يرتقي إلى محارب المدينة إلى مصاف الحواضر الكبرى، والشكر الخاص للسيد ولي على كوريزاسيون ديال هذا المشروع الكبير الذي يتم في أحسن الظروف، ونتمنى إن شاء الله أنه التمويلات تكون في الوقت والمشاريع كذلك تصلح حتى هي في الوقت. وتكون عندنا المزيد من الطموحات باش نحاولوا ننجحوا ان شاء الله هذا البرنامج في احسن الظروف. وشكرا لكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.